جيب سفاري في طريقنا للبلو هول، صحراء سينا من اجمل الاماكن اللي ممكن تطلع فيها سفاري عندنا، هي والصحراء الغربيه. بس الصحراء الغربيه كلها رمال، لكن هنا كلها جبال. فالجمال هنا انك وانت ماشي بالعربيه تتفرج على الجمال، على الجبال باشكالها وتكوناتها المختلفه وصخورها الملونه. بنشوف طريقنا طول الوقت جبال لونها اسود واحمر واخضر ولون فاتح وغامق، دي كلها تكوينات جيولوجيه لان الجبال دي كلها مليانه معادن. شايفين الصخور شكلها عامل ازاي قدامنا؟ وطبعا بعض الصخور بتدي اشكال حيوانات، يعني الحجر الكبير ده فوق شبه